تحياتي. ماتش جديد ديال المنتخب قدام موريتانيا، وكيف العاده جميع الماتشات ديال المنتخب من بعد كاس افريقيا ولاو مرادف للضغط، مرادف للاعصاب، ومرادف لبعض الامراض اللي كتصيب كنت كتفرج لهذا المنتخب. فحاليلوزيتش اللي لعب تقريبا جميع الماتشات الوديه بتشكيله منقوصه، يا بسبب الغيابات يا بسبب اللاعبين اللي كانوا كيمشيو للمنتخب المحلي، هذا الماتش لعب تشكيله كامله بجميع اللاعبين، كل شيء حاضر، ما كاين حتى شي اصابه، ما كاين حتى شي غياب، والنتيجه شويه ديال المفاجات في التشكيل وبزاف ديال العشوائيه على ارض الملعب. فكيف العاده ما تنساوش تجي من الفيديو وتشتركوا في القناة، وأيضا تبارطاجوا الفيديو، ويلا نهضروا على الماتش والتعادل المخيب ديال المغرب قدام موريتانيا والعشوائية ديال حاليلوزيتش. أهلا بكم مرة أخرى. فكيف قلت حاليلوزيتش كيفاجئنا في التشكيلة كأسماء، كنشوفوا أملاح كيبدا المباراة الأولى الأساسية ديالو والمباراة الأولى ليه مع المنتخب، كنشوفوا أيضا تعرابت كيبدا، شفناه أنه كيلعب المزراوي على حساب ديرار، لكن هذه المفاجآت وهذه التشكيلة كاملة على أرض الملعب كانت بلا خطة بلا شكل بلا مضمون، كانت فقط مرادف العشوائية بدون أي نظام وأي تراتبية في اللاعب. فقدم منتخب موريتاني الأوبجيكتيف ديالو واضح، ماجي بهدف واضح هو هدف التعادل، ماجي بخطة تحسين الدفاع، شفنا كيف كيلعب ب 4-5-1، كيلعب 8 ديال اللاعبين قدام الحارس ديالو، وباش يحسن الدفاع ديالو كان كيعتمد على الالتزام الكبير من اللاعبين، شفنا أن جميع اللاعبين كيلتزموا بالمراكز ديالهم وبالأدوار ديالهم، ومن بعد الالتزام كانت كتجي الخشونة، الخشونة اللي كانت قدام اللاعبين ديال المنتخب المغربي خشونة زايدة بزاف، كنا كنشوفوا أن اللاعب إلا مر الكرة ما كتمرش، وإلا مرات الكرة ما كيمرش اللاعب. هذه الخشونة الكبيرة اللي طبقها المنتخب الموريتاني تقريبا في 30 دقيقة الأولى باش يحد كيف قلت من خطورات اللاعبين المغاربة، ويخليهم يلعبوا خايفين، يلعبوا بلا دفاع، يلعبوا وهما كيفكروا في المسيرة ديالهم مع الأندية ديالهم. المنتخب الموريتاني بالفعل نجح أنه يحقق الأوبجيكتيف ديالو، نجح أنه يخرج المباراة بالشكل اللي بغى، يخرج هذا التعادل السلبي، واللي ساعدو في هذا الشيء هو المنتخب المغربي وحاليلوزيتش. حاليلوزيتش اللي شخصيا السؤال الوحيد اللي يمكن نطرح عليه هو أشنو هي التشكيلة أو الخطة اللي كان كيلعب بها في هذه المباراة، فلا هي 4-2-3-1 واضحة أو 4-3-3 باينة أو حتى 4-1-4-1 اللي اقتنعت بها من بعد الشوط الأول، شفناها أنها في الشوط الثاني تلونات وتغيرات من بعد التغييرات، وما بقيتش عارف المنتخب بأش من تشكيلة وأش من أسلوب وأش من خطة كيلعب. المنتخب اللي في الدقيقة الأولى استطاع أنه يخلق فرصة خطيرة من خلال التوغل أو الكرة اللي كانت خلف المدافعين اللي مشات عند زياش، زياش اللي حولها لنصيري، ونصيري كيف العادة كيضيع، نصيري اللي صراحة ومن بعد هذا الماتش ما بقاش يستحق أبدا نصبروا عليه، نصيري اللي يمكن تفضل أنك تلعب بلا رأس حربة بلا مهاجم صريح وما تلعبش بيوسف نصيري مع كل احترام للإمكانيات ديالو ولذاك الشيء اللي قدمه المنتخب. فقلت أن المنتخب خلق أول هجمة خطيرة وأول فرصة من خلال كرة ملعوبة في الأرض، كرة ملعوبة في الظهر وخلف المدافعين، لكن في بلاصة ما يكمل حاليلوزيتش والمنتخب بنفس الأسلوب، المنتخب تحول لأسلوب آخر وهو محاولة اللعب على العرضيات والكرات الثابتة، وهذا الشيء اللي أعطانا مباراة سلبية ماشي غير على مستوى النتيجة لكن حتى على مستوى الأداء. يمكن بالأرقام كيبان على أن الأداء ديال المنتخب أداء قوي، خصوصا أن السيطرة وصلت لأكثر من 70% وأيضا كانت أكثر من 10 تسديدات على المرمى، لكن خصنا نشوفوا هاد التسديدات وهاد السيطرة شنو جابت. السيطرة أولا كيف قلت كانت سلبية وعشوائية نظرا لتدخل اللاعبين، نظرا لأن المنتخب ما كانش كيلعب بخطة واضحة، والتسديدات اللي كانت على المرمى الأغلب ديالها كانت من كرات ثابته ومن الركنيات اللي كان كينفذها زياش، وكيف كنعرفوا فزياش قوي في التنفيذ ديال الركنيات وايضا الكرات الثابته، وهذا الشيء كان طبيعي على انه يعطينا بعض التسديدات على المرمى، لكن هاد التسديدات للاسف ما قدرناش نستغلوها وما قدرناش نجيبوا هدف التقدم او اللي غيكون هو هدف الفوز في هذه المباراه اللي كانت سلبيه مره اخرى كنقولها وكنكررها. فالمنتخب الموريتاني لعب على الامكانيات ديالو، لعب بالخطه ديالو، لعب بالشكل والطريقه اللي بغى هو، وحاليلوزيتش من جهته ساند وعاون المنتخب الموريتاني في هذا الشكل ديالو. فحتى الثغره الوحيده اللي كانت في الدفاع ديال المنتخب الموريتاني واللي كانت في الجهه اليمنى فين كيلعب اللاعب رقم 2 ما حاولناش نستغلوها، نظرا لاننا ما عندناش جناح ايسر صريح في المنتخب في التشكيله اللي بدا بها حاليلوزيتش، فشفنا ان مرابط هو اللي كيبدا في اليسر وهو ماشي جناح ايسر، هو جناح ايمن، ايضا زياش كان كيمشي مره اليسر وهو ماشي جناح ايسر، وايضا حتى حكيمي اللي كان كيصعد باش يعاون القدام ويعاون في الهجوم ماشي هو ظهير ايسر، وهذا الشيء ما كانش كيخلينا نستغلوا هذه الجهه اللي كانت نقطه ضعف المنتخب الموريتاني في هذا الماتش. وما قرر حاليلوزيتش يستغلها حتى الدقيقه 78 يمكن فين كينزل بوفال، ولو انه قام بهذا التغيير ونزلوا قبل يمكن كنا نشكلوا خطوره ولما لا نخرجوا بهدف الفوز. اما على اللاعبين والشكل اللي ظهروا به فالكل كان باغي يعطي احسن ما عنده، لكن للاسف بعض اللاعبين ما توفقوش في هذا الماتش، وعلى الراس ديالهم يمكن اللي نقول المزراوي، المزراوي اللي طالبنا به كثير، اللي طالب به جميع المتتبعين ديال المنتخب الوطني المغربي، لكن للاسف ما عطاش في هذه المباراه خصوصا في الشق الهجومي، نظرا لان الشق الدفاعي ما احتاجيناش في هذا الماتش،
نظرا لان المنتخب الموريتاني كان كيدافع دفاع متاخر، وحتى في اللقطات اللي كيفتك فيها الكره ما كيقدرش يوصل للمرمى ديالنا. فالمنتخب الموريتاني كانت لقطات قليله فين كيقدر يتعدى نصف الملعب وكيوصل الدفاع ديال المنتخب. ايضا النصيري كيف قلت يمكن خصها تكون اخر مباراه كيلعب فيها اساسي في التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي. وبالنسبه للاعبين اللي قدموا اداء ايجابي واداء يحترم، فيمكن اول اسم واول واحد خصنا نشيدوا به في هذا الماتش هو سليم املاح. سليم املاح اللي قدم شوط اول على الخصوص، شوط يمكن لي نقول كان فيه مثالي وكان من افضل اللاعبين على ارض الملعب. وبالمجمل مباراه سلبيه ماشي غير على مستوى النتيجه بل حتى الاداء، كنقولها وكنكررها، حتى الاداء رغم الاستحواذ ورغم المحاولات كان اداء سلبي، اداء عشوائي. وهذا الشيء اللي خلاني حتى انا نحلل هذا الماتش بطريقه عشوائيه بافكار وجمل عشوائيه. ولا اهم من هذا الشيء هو النظره ديالكم نتوما للماتش، شنو كان كيبان لكم في الماتش، واش كان كيبان لكم ماتش ايجابي او ماتش سلبي، شكون احسن لاعب بالكم في هذا الماتش، شكون اسوأ لاعب. ما تنساوش تشاركوا معايا كل شيء في التعليقات، وايضا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وايضا تضغطوا على زر لايك. كنت معكم انا رضا الحبيب في بوستات كرويه، وبوست اللي حاولنا نحللوا فيه النتيجه السلبيه ديال المنتخب قدام المنتخب الموريتاني، على امل اننا نتلاقاو باش نحللوا اداء احسن، باش نحللوا نتيجه احسن، وباش نحللوا فوز ماشي تعادل او خساره كما جرى الحال في اخر المباريات. تهلاو.